السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل امتحانات المحافظات من ملحق كتاب جيم تاني إعدادي ترم أول 2024. هنحل أربع محافظات: الإسكندرية، القليوبية، الغربية، والدقهلية، صفحات من 103 ل 114. Let's get started. هنبدأ من بيج 103 صفحة 103، Alexandria Governorate، محافظة الإسكندرية. Listen and choose the correct answer. أول سؤال في الامتحان سؤال استماع. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. My name is Ali. I am 13 years old. I work as a volunteer for a charity which helps to clean our local beach. At the weekend, we go to the beach and pick up the rubbish that people left behind. We always pick up lots of plastic bottles. طبعا صديقنا علي عنده 13 سنة، متطوع في جمعية خيرية بيساعد في تنظيف الشاطئ المحلي كل نهاية أسبوع. بيجمع هو والمتطوعين الآخرين القمامة اللي الناس بتخلفها على الشاطئ، وخاصة الزجاجات البلاستيكية. طب أول سؤال بيقولك Ali is 8 years old. علي عنده كام سنة؟ عنده 13 years old، يبلغ من العمر 13 عام. Ali works as a A for a charity. علي بيعمل كـ A في جمعية خيرية، كـ volunteer، كمتطوع. That charity، جمعية خيرية، helps، بتساعد، to clean the A، بتساعد في تنظيف الـ A، البيتش، الشاطئ. They clean the beach، بينظفوا الشاطئ، at the A، في عطلات نهاية الأسبوع، at the weekends. Number 2، complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. ولما يجي لنا سؤال المحادثة أنا لازم أقرأها كاملة، خاصة رأس السؤال عشان بيبين لي المحادثة بتدور عن إيه، وبشوف مين بيكلم مين وبراعي زمن المحادثة. حسن and نبيل are talking about sport. حسن ونبيل بيتحدثان عن الرياضة. Hello نبيل، أهلا يا نبيل. Do you like doing sport؟ هل بتحب تمارس رياضة؟ رد عليه، سأله سؤال فقال له I like judo، أنا بحب الجودو. سأله سؤال تاني فقال له I practice in the club، أنا بتدرب في النادي. How often do you practice it؟ كم عدد المرات اللي بتتدرب فيها على اللعبة الرياضية دي؟ فرد عليه بعد كده قال له Well، حسنا، Can I come to the club؟ هل يمكنني أن أحضر للنادي with you؟ معاك، ممكن أروح النادي معاك؟ فرد عليه. طيب هلو نبيل، اهلا يا نبيل. Do you like doing sport؟ عرفنا من خلال القطع ان هو بيحب يلعب العاب رياضيه، فبيقول له Do you like doing sport؟ بتحب تلعب العاب رياضيه؟ سائل بدو، يبقى يقول ايه؟ Yes I do. سأله سؤال تاني فقال له I like judo، بحب لعبه الجودو، يبقى هيقول له ايه اللعبه الرياضيه اللي انت بتحبها؟ What sport do you like؟ اللعبة الرياضية اللي انت بتحبها؟ قال I like judo، بحب الجودو. سأله سؤال كمان فقال له I practice it، بتدرب عليها in the club، في النادي. يبقى هيسأله عن المكان اللي بيتدرب فيه، يبقى هيقول له أين، يعني where. الكلام في المضارع وجملة الإجابة مفيهاش فعل مساعد، فاستخدم do مع you. where do، I طبعا بتتحول ل you. practice it، where do you practice it، بتتدرب عليها فين؟ فقال أنا بتدرب عليها في الإيه؟ في النادي. قال له How often do you practice it؟ كم عدد المرات اللي أنت بتتدرب فيها على الجودو؟ فقال له مثلا أي عدد، مثلا مرتين في الأسبوع، ثلاثة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، زي ما يكون مثلا بيتدرب مرتين في الأسبوع. فيقول I practice، أنا بتدرب it على اللعبة ديت، مثلا مرتين، twice a week. ممكن أقول once a week، مرة في الأسبوع، three times a week، ثلاث مرات في الأسبوع. السؤال مفتوح. طيب well، حسنا، can I come to the club with you؟ ممكن أجي معاك النادي؟ فيقول له إيه؟ sure، بالتأكيد، أو yes of course، أيوة طبعا، yes of course. number 3، read the following، اقرأ التالي، then answer the questions، ثم أجب عن الأسئلة. time is very important، الوقت مهم جدا. So لذلك if we have free time، لو كان لدينا وقت فراغ، we should spend it، ينبغي علينا ان احنا نقضيه in useful ways، بطرق مفيدة. Some people، بعض الناس، like to practice، بيحبوا يتدربوا sports، على العاب رياضية، to keep fit، عشان يحافظوا على لياقتهم and strong، وقوتهم. Others، اخرين، prefer، بيفضلوا reading، القراءة.
Reading is the most important and famous hobby that people can enjoy. يعني القراءة هي أهم وأشهر هواية يمكن أن يستمتع بها الناس. It helps إنها بتساعد. إدي طبعا عايد على reading على القراءة. نقلب الصفحة. It helps them بتساعدهم to find different kinds of information. بتساعد القراءة الناس إن هم يعثروا على أنواع مختلفة من المعلومات. That's why لهذا السبب we have to encourage our students to go to school libraries. يعني ولهذا السبب علينا أن نشجع طلابنا على الذهاب إلى المكتبات المدرسية. There هناك they can read يمكنهم أن يقرأوا and borrow books ويستعيروا الكتب to know more about different subjects عشان يعرفوا المزيد عن المواد الدراسية المختلفة. Countries البلاد and different people وطبعا الأشخاص المختلفين اللي في البلاد الأخرى. We can also يمكننا أيضا spend our free time قضاء وقت فراغنا using the modern technology في استخدام التكنولوجيا الحديثة such as مثل the internet زي الإنترنت to enrich our knowledge لإثراء المعرفة بتاعتنا and improve our hobbies وتطوير هواياتنا. طبعا عندنا هنا enrich يعني إثراء أو زيادة we knowledge يعني معرفة. Okay. What is the main idea of this passage؟ الفكرة الرئيسية للفقرة دي طبعا الفقرة بتتكلم على أن الوقت مهم جدا. يعني هو في البداية بيقولك الوقت مهم يبقى نقول time is very important. Why are school libraries ليه المكتبات المدرسية very important مهمة جدا؟ طبعا because بسبب ان هناك ممكن الطلبة يحصلوا على معلومات كتير. تعالوا نجيبها من الفقرة كده. احنا قلنا because وبعدين هنقول there هناك they can read and borrow books ممكن اقول زي او هم الطلاب يعني there students can read and borrow books to know more about different subjects عشان يعرفوا المزيد عن المواد الدراسية المختلفة countries البلاد and different people والناس المختلفة. دي إجابة number 2. ممكن بدل زي بس تكتب students بدل دي ممكن تكتب students الطلاب. تمام. يبقى ما بيقولك why are school libraries ليه المكتبات المدرسية very important مهمة هنقول because بسبب زير هناك ونكمل بقية الجملة students الطلاب يقروا ويستعيروا ويعرفوا عن البلاد المختلفة والمواد المختلفة وهكذا. In your opinion في رأيك how can we make the best use of our free time؟ يعني بنقولك في رأيك كيف يمكننا استغلال وقت فراغنا بالشكل الأمثل؟ طبعا طالما سألك سؤال أقوله in your opinion في رأيك أو what's your opinion أو what do you think ماذا تعتقد فلازم في الأول تقول إيه in my opinion في رأيي I think أعتقد وتقول رأيك في الموضوع ده. فهنقول إيه على قضاء وقت الفراغ we can do things إحنا ممكن في وقت الفراغ ده نعمل أشياء that we enjoy نستمتع بيها and find useful ونجد كمان فيها فايدة such as مثل doing sports زي لعب الألعاب الرياضية and reading والقراءة. The opposite of the underlined word strong. عكس كلمة strong قوي طبعا كلمة ايه ضعيف weak. هنا عندي fast سريع weak دي يعني اسبوع وbad سيء عايزين weak ضعيف. The underlined pronoun الضمير it refers to it هو او هي الغير عاقل بيشير للايه لو رجعت ورا هتلاقيه بيشير للقراءة للreading. We should encourage ينبغي علينا ان احنا نشجع students الطلاب to go to school libraries في الذهاب للمكتبات المدرسية to a books عشان يعملوا ايه؟ عشان يستعيروا الكتب borrow books. طبعا read and borrow books يقروا ويستعيروا الكتب. هنا play يلعب write يكتب watch يشاهد لا borrow يستعير. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. There is a red A on the floor. في ايه لونه احمر على الارضية؟ في كارد كارت في كاربت سجادة كيرتن ستارة drawer اللي هو الخزانة ذات ادراج او كومودينو يعني لا طبعا اللي على الارضية هيبقى في كاربت يعني سجادة. أليس انكل عم علي works for a big oil A in the United Arab Emirates. يعني بيقول لك عم علي بيشتغل في شركة بترول كبيرة في الامارات العربية المتحدة. طيب عايزين نقول شركة شركة يعني company. I thank it أنا شكرت him أنا شكرته helping me to clean the room في مساعدته ليا في تنظيف الغرفة اسمها thank him for يشكر على.
او شكروا على الشيء ده، المساعده دي. We always pray، احنا دايما بنصلي. ازاي بنصلي؟ فين؟ في الكاسل، في القلعه، في السيادر، في المسرح، في الموسك، في المسجد، في الميوزيوم، في المتحف. طبعا بنصلي في الموسك، في المسجد. My father basketball when he was young، يعني ابي كان معتاد على لعب كره السله عندما كان صغير السن. يبقى نقول ايه؟ اعتاد في الماضي اللي هي used to، بعدها الفعل في الماستر بلاي، يبقى used to play. Number 6، that is the runner، هو ده العداء او متسابق الجري. won the race، الذي فاز بالسباق. الذي او التي للعاقل هو ايه؟ هو. It's important، من المهم to drive when it's raining، يعني من المهم ان انت تقود السيارة ايه ولما تكون مطر بتمطر. تقود السيارة بحرص. انا عايز هنا ظرف بقى او ايه، او حال يوصف طريقة القيادة. لازم تقود السيارة بحرص، carefully. طبعا careful يعني حريص، لكن انا مش عايزة صفة، انا عايزة حال اوصف بيه طريقة القيادة، فبضيف ليه الصفة ال واي بحولها لحال او ظرف. الصفحة اللي قدامها 105. My father likes to a money to a charity every month. بابا بيحب يتبرع بمال لجمعية خيرية كل شهر. يتبرع يعني donate. This girl، البنت دي، doesn't have a room، ما عندهاش غرفة. But she can a the room with her friend، لكن ممكن تتشارك الغرفة مع صديقتها. يتشارك يعني share. Earthquake، الزلزال، is a natural، عبارة عن ايه؟ كارثة طبيعية، natural disaster. Number 5، complete the sentences with the correct form. سؤال الجرامر، سؤال التصحيح. My team won، فريقي فاز. Because they played very good، عشان هما لعبوا بشكل، عايز اقول بشكل جيد جدا. انا عايزة حال مش عايزة صفة. good يعني جيد، الحال منها اللي هو well، بشكل جيد. He have to tidy his room، it's really messy، يعني هو يجب عليه ترتيب غرفته لأنها فعلا في حالة من الفوضى. طيب هي ما تاخدش have to بمعنى يضطر، أن هي تاخد has to، بدل have هنخليها has. I am looking forward to you، أنا بتطلع إلى رؤيتك. احنا عارفين دايما أن بعد حرف الجر to بيجي الفعل في المصدر، بس لو جه مع look forward to، يتطلع إلى، بيجي في إيه؟ ING في الفعل اللي جاي وراه. يعني أقول I am looking forward to، أنا بتطلع إلى seeing you، رؤيتك. بعد looking forward to هيأتي الفعل في الإيه؟ في المصدر متضاف له ING، تمام؟ I am looking forward to seeing you، أنا بتطلع إلى رؤيتك. أول ما تلاقي look forward to، هات بعدها الفعل في ING. Okay. The temple visited by lots of people every day، يعني المعبد بيتم زيارته بواسطة الكثير من الناس كل يوم. دي جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط. بعد الفاعل أنا بجيب am أو is or والتصريف الثالث للفعل. طب المعبد مفرد، أقول is والتصريف الثالث بتاع visit فعل منتظم. visit، visited، visited، يبقى visited. is visited يعني views or. write a paragraph of 90 words on، اكتب فقرة إنشائية من 90 كلمة عن someone you are proud of، شخص ما انت فخور به. انت ممكن تكتب عن شخصية عامة انت فخور بيها، او ممكن تكتب على احد افراد اسرتك، تمام؟ مفيش مشاكل. احنا هنا كاتبين على دكتور مجدي يعقوب، تعالوا نشوف احنا كتبنا ايه. طبعا من المنهج بتاعنا، طبعا احنا بنحل في كراسة اجابة، فبنيجي في اعلى الصفحه بنكتب عنوان الباراجراف، وبعد كده بنسيب مسافه في البدايه ونبدا بحرف كابيتال، وما بين كل جمله وجمله بنحط فول ستوب، والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. We should all be proud of دكتور مجدي يعقوب، ينبغي علينا ان احنا كلنا نكون فخورين بالدكتور مجدي يعقوب. He is a famous Egyptian surgeon، هو جراح مصري مشهور. He was born، ولد in 1935، سنه 1935، in بلبيس شرقيه، في الشرقيه. His family، أسرته، traveled سافر to many places، للعديد من الأماكن. As his father، لأن بابا was a well-known clever doctor، كان مشهور ومعروف إنه طبيب ماهر. مجدي also، مجدي أيضا، became a doctor، أصبح طبيب like him، مثله. He worked in a special hospital in London، هو عمل في مستشفى خاص في لندن. At this hospital، في المستشفى دي، he used to help to give people new hearts، هو اعتاد ان هو يمنح الناس قلوب جديدة زي عمليات زرع القلب كده، for the first time، لأول مرة. In 2009، سنة 2009،
مجدي يعقوب started a charity. أسس مجدي يعقوب جمعية خيرية for ill children للأطفال المرضى in أسوان في أسوان. Very ill children الأطفال المرضى جدا didn't used to live لم يعتادوا أن يعيشوا long lives حياة طويلة. But many ill children can now لكن بيستطيع الكثير من الأطفال الآن المرضى live healthy lives الأطفال المرضى الوقتي بيستطيع أن هما يعيشوا حياة صحية. بعد كده عندنا بيج 106 صفحة 106 قليوبية governorate محافظة القليوبية. Listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة. My neighbor فريدة رشوان is very kind. She is a businesswoman. She is 32 years old. She is interested in helping poor people. Yesterday, she went to a charity for poor people and donated 2 million pounds. احنا بنتكلم عن جارتي فريدة رشوان السيدة الطيبة جدا اللي بتعمل سيدة اعمال عندها 32 سنة مهتمة بالفقراء. امبارح راح تتبرعت في جمعية خيرية ب 2 مليون جنيه. طيب اول سؤال بقولك فريدة رشوان اذا ايه؟ فريدة رشوان شغالة ايه؟ بيزنس وومن سيدة اعمال. شي دوناتد تبرعت مليونز باونس يعني تبرعت بكام مليون جنيه؟ ب 2 مليون باونس 2 مليون جنيه. فريدة رشوان is 8 years old عندها كم سنة؟ زي ما قلنا عندها 32 32. فريدة likes to help a people بتحب تساعد مين؟ ال poor people الناس الفقراء. Number 2 complete the following dialogue أكمل المحادثة التالية. هبة and مي are talking about learning new skills. هبة ومي بتتحدثان عن تعلم مهارات جديدة فبتقولها hello مي أهلا يا مي what are you doing أنت بتعملي إيه؟ فقالت لها هلو اهلا وردت عليها. سالتها سؤال فقالت لها to communicate with my sister عشان اتواصل مع اختي. سالتها سؤال فقالت لها yes she is deaf نعم هي صماء لا تستطيع ان تسمع يعني. What can a deaf person do يعني ايه الحاجه اللي ما يعرفش يعملها الشخص الاصم؟ ردت عليها بعد كده قالت لها oh you are so kind انت عطوفه جدا. طيب هي بتقول لها بتعملي ايه؟ ففهمنا من الكلام انها عايزة تتواصل مع اختها الصماء يبقى هي بتتعلم لغة الاشارة. تمام؟ يبقى what are you doing انت بتعملي ايه؟ فهتقول انا بتعلم لغة الاشارة. I am learning sign language. سألتها سؤال فقالت لها to communicate with my sister عشان أتواصل مع أختي. طالما في to يبقى السؤال كان بواي. واي يعني لماذا؟ السؤال اللي بواي بجاوب عليه بيكوز بسبب أو to لكي. فهي بتقولها لكي أتواصل مع أختي يبقى هي هتقول لها ليه أنت بتتعلمي لغة الإشارة؟ تمام؟ هتقول لها why لماذا are you learning sign language؟ ليه انت بتتعلمي لغة الإشارة؟ فقالت عشان أتواصل مع أختي. سألتها سؤال فقالت لها yes she is deaf أيوه هي صماء. يبقى السؤال إيه؟ الوقت الإجابة بيس. يبقى السؤال كان بيبدأ بفعل مساعد. الفعل المساعد الموجود في الجملة دي is. يبقى هعمل زي ما قص كده أقول is she deaf هل هي صماء؟ is she deaf قالت لها ايوه هي صماء يعني لا تستطيع ان تسمع. طب قالت لها what can't deaf person do طب الشخص الاصم ده ما بيعرفش يعمل ايه؟ هتقول لها ما بيعرفش يسمع. تمام؟ يبقى هتقول لها a deaf person can't hear لا يستطيع ان يسمع. Oh you are so kind انت عطوفه جدا. لو حد قال لك انت طيب قوي هتقول له شكرا لك هتقول له thank you هتقول لها ايه؟ Thank you يعني شكرا لك. Read the following اقرأ التالي then answer the questions ثم أجب عن الأسئلة. يفضل في الكمبرهنشن إن أنتوا يا أولاد قبل ما تقروا القطعة اقروا الأسئلة الأول. دي هتسهل عليكم كتير لما تقروا الأسئلة وترجعوا تقرأوا القطعة بتتكون يعني صورة في ذهنكم عن الأسئلة ماشية إزاي. بعد كده تقدروا تجاوبوا. أوكي؟ فيا ريت نقرأ الأسئلة قبل قراءة الفقر. الفقرة هنا عن الكمبيوترات بيقول لك computers are good for us الكمبيوترات مفيدة بالنسبة لنا. You can get a lot of information يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات from the internet من الانترنت.
There is more information on the internet than in the world's biggest library. يعني بيقول لك هناك معلومات على الانترنت أكتر من تلك الموجودة في أكبر مكتبة في العالم. You can also يمكنك أيضا get friends over the world. يعني كمان يمكنك الحصول على أصدقاء من جميع أنحاء العالم عبر الانترنت. يعني You can send emails يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني to your friends لأصدقائك. وكمان watch ومشاهدة, نكمل في الصفحة اللي وراها, watch news ومشاهدة الأخبار, and play games ولعب الألعاب. Computer games ألعاب الكمبيوتر are great, رائعة. On TV في التلفزيون, you can watch a spaceship ممكنك أن تشاهد سفينة فضاء. But in computer games, لكن في ألعاب الكمبيوتر, you can fly it, أنت ممكن تطيرها. But I think, لكن أعتقد computers, إن الكمبيوترات are bad for children's health. أعتقد إن الكمبيوترات ضارة بصحة الأطفال. In the past, في الماضي, children got around and did sports. في الماضي كان الأطفال بيتجولوا وبيمارسوا الرياضة. Now, الآن, زي دي عايدة على children, الأطفال, الوقت هم just مجرد بيعملوا إيه بس, sit, بيجلسوا at home في البيت, playing computer games, ويلعبوا ألعاب كمبيوتر. What is the main idea of the text? إيه الفكرة الرئيسية للفقرة؟ طبعا الكمبيوتر والإنترنت, بنقول إيه أو مميزات الكمبيوتر والإنترنت. Computers and the internet. يعني ممكن تقول computers, الكمبيوترات, and the internet have many advantages. الكمبيوتر والانترنت لهم مميزات عديدة. ممكن يقولك ايه الفكرة الرئيسية, تقول computers and the internet, الكمبيوتر والانترنت. تمام, okay. دي اجابة number one. Number two, what did the children do in the past? الأطفال كانت بتعمل ايه في الماضي؟ نجيبها من الفقرة اهو. In the past, في الماضي, children got around, الأطفال كانت بتتجول, and did sports, وتمارس ألعاب رياضية. دي number two. طب number three, how do you think the internet is important? يعني بتعتقد ازاي الانترنت مهم؟ طبعا زي ما قلنا في أول فقرة, الانترنت مهم ان انت بتحصل منه على معلومات كتيرة. تمام كده, يعني او ما دام بيقول لك what do you think, انت بتعتقد ايه, تقول I think, وتقول الإجابة بقى. I think, اعتقد it, يعني الانترنت, is important, مهم, because it gives us, عشان بيعطينا lots of information, كثير من المعلومات, on different topics, في الكثير من الموضوعات. طبعا عندنا هنا لو الكلمة انا بكتبها ولسه فيها حروف والسطر خلص, انا بحط شرطة واكمل في السطر اللي وراها. هنا كلمة important على بعضها يا ولد, okay. The underlined pronoun they, كلمة they, الضمير they هم, refers to, بتشير لمين؟ زي ما قلنا بتشير للإيه؟ للأطفال بتوع اليوم, يبقى children of today, يعني number D, children of today, أطفال النهاردة. The writer, الكاتب, thinks, بيعتقد that computer games, إن ألعاب الكمبيوتر are إيه؟ هو شايفها إنها great, رائعة. The underlined word send, كلمة send yourself, is the opposite, عكس of A. Send yourself, عكسها يستقبل, receive. Number four, choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. Figs, التين are A than chocolate. عايزين نقول التين ألذ من الشوكولاتة. طب خلي بالكم معايا ان كلمة delicious, لذيذ, صفة طويلة. لما اجي اقارن بين واحد وواحد اقول ده اكتر من ده, احط قبل الصفة more وبعدها than. يبقى figs are more delicious than chocolate. This is the house, هو ده المنزل, my father was born, الذي ولد فيه أبي. حيث للمكان, يعني where, ده المنزل حيث ولد أبي. This football, الكرة القدم دي, has no air, ما فيهاش هواء, inside it, بداخلها. I need it to fill it, أنا محتاج إيه عشان أنفخ الكرة؟ محتاج منفاخ, ومنفاخ يعني bump. منى listen to her teachers, يعني منى يجب عليها انها تستمع لمدرسينها. يبقى نقول منى has to. Their father, باباهم, is in A because he did something wrong, باباهم عمل شيء غلط. فهيروح فين؟ هيروح السجن. السجن يعني prison. A or an is something serious or dangerous, شيء خطير. اللي خطير هنا للشارتي, الجمعية الخيرية, الكانتري, البلد, البروجكت, المشروع, ولا الامرجنسي, حالة الطوارئ. ده ايه؟ ده بتحصل لما يكون في شيء خطير حدث.
emergency حالة طوارئ. قلبنا الصفحة 108 108 ومكملين في سؤال الاختيارات. dropping rubbish إلقاء القمامة أو مخلفات is the environment. بيعمل إيه في البيئة؟ إلقاء المخلفات بيدمر البيئة، يبقى damages يدمر أو يتلف الانفايرمنت البيئة. Sally is a or an person. She leaves things on her bed. هي بتترك الأشياء في غرفتها، بترمي الأشياء في كل مكان، يبقى دي شخصية إيه؟ غير مرتبة أو فوضوية، يبقى is a messy person. شخصية إيه؟ فوضوية غير مرتبة. A person الشخص who asks others for money is a الشخص اللي بيطلب من الناس فلوس، بيشحت من الناس فلوس، اسمه إيه؟ اسمه شحاز أو متسول، يعني beggar. أسوان is in the south of Egypt. أسوان بتقع في جنوب مصر، اسمها is located بتقع. Number 5 سؤال التصحيح، سؤال الجرامر. He answered the questions easy. هو جاوب على الأسئلة، عايز أقول بقى مش سهل، أقول بسهولة، عايز حال أو ظرف أوصف به طريقة الحل، طريقة الإجابة، يبقى بدل easy اللي هي صفة أخليها easily بسهولة، أحولها من صفة لحال. I not used to smoke when I was young. لما أنا كنت صغير في السن لم أعتاد على التدخين. طيب خلي بالكم معايا، عايز أقول أنا ما تعودتش أعمل الشيء ده في الماضي، يبقى I didn't use، لم أعتاد أنا، وبيجي بعدها to المصدر. While بينما هاجر play tennis she hurt her arm. بينما هاجر كانت بتلعب تنس أصيبت في إيه؟ في درعها. طب خلي بالكم معايا، أنا عندي هنا رابط اللي هو while بينما بيربط بين حدثين وقع في الماضي، واحد سبق التاني. أول حدث بيجي بعد while، ده بيبقى في زمن الماضي المستمر، بعد كده بيقطعوا حدث تاني بيبقى في زمن الماضي البسيط. طيب يعني معنى الكلام ماضي مستمر، يعني بعد while لازم أجيب was أول والفعل في ing. طب هاجر يعني she، تمام، يبقى نقول إيه؟ she was، وي بلاي نضيف له اي ان جي عشان حاجه مستمره في الماضي، يبقى بلاينج. يبقى ايه؟ اول ما نشوف وايل بنجيب بعدها واز اول والفعل في اي ان جي، عشان الفعل مفرد قلنا واز، يبقى وايل هاجر واز بلاينج تنس بينما كانت بتلعب تنس شي هيرت هير ارم، جرحت ايه؟ ساقها او اصيبت ايه؟ ذراعها، ذراعها ايه؟ اتصاب. اوكي طبعا هيرت دي ماضي، لان كلمه يصاب او يؤذي اللي هي هيرت التصريف الثاني والثالث بتاعها هيرت برضه، يعني ده ماضي بسيط يعني. طيب فوتبول كرة القدم play all around the world، بتلعب في جميع أنحاء العالم. طبعا دي جملة برضو مبني للمجهول في زمن المضارع البسيط، بجيب المفعول في الأول وبعديه am أو is أو are وبعده التصريف الثالث للفعل. طب كرة القدم بتلعب، كرة القدم مفردة يبقى is، والتصريف الثالث بتاع play played، يبقى is played، كرة القدم بتلعب في جميع أنحاء العالم. write a paragraph، اكتب فقرة إنشائية عن your hero البطل بتاعك، بطلك. خلي بالكم معايا، أنا طبعا زي ما قلنا بحل في كراسة الإجابة وبحط في صفحة كده فاضية من كراسة الإجابة، لما أجي أكتب الباراجراف بحط عنوان الباراجراف على الصفحة، بس لو لقيت كلمة your خليها my دايما، يعني عشان تكتب my hero بطلي أو قدوتي. يعني تعالوا نشوف كتبنا فيه إيه. My hero بطلي أو someone I admire شخص أنا معجب بيه، ممكن أكتب عن شخصية عامة أو حد أعرفه. The person I admire الشخص اللي أنا معجب بيه أو بطلي is my grandfather هو جدي. He is my hero هو بطلي أو قدوتي. He was born ولد in 1940 سنة 1940. He worked as a doctor عمل كطبيب in a big hospital في مستشفى كبيرة. All people كل الناس زير هناك liked him كانت بتحبه because he was kind عشان هو كان عطوف and helpful ومتعاون. He is my hero هو بطلي because he did many great things عشان هو قام بعمل الكثير من الأشياء الرائعة. He did voluntary work هو قام بالعمل التطوعي and helped وساعدة for no money بدون أن يتقاضى أجر، بدون نقود. I like him very much أنا بحبه جدا. He gives me many presents هو بيعطيني الكثير من الهدايا. He always advises me دايما بينصحني to help people إن أنا أساعد الناس all the time طوال الوقت. He used to help poor sick people اعتاد ان هو يساعد الفقراء المرضى and give them money ويعطيهم نقود. He will build سوف يبني a hospital مستشفى for poor sick people للناس الفقراء المرضى. I want to be like him اريد ان اصبح مثله one day ذات يوم.
because we all proud of him, بسبب اننا كلنا فخورين به. بعد كده عندنا بيج 109 صفحة 109 غربية governorate محافظة الغربية. listen and choose the correct answer, يعني استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع مع بعض نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. My name is Sammy. I am a student at prep school. Last week I went to the beach. I think it's a good place for a new hotel. The hotel will give work to a lot of people. We can use the water from the lake for the new hotel. يعني واحد اسمه سامي بيقول أنا طالب في المدرسة الإعدادية. الأسبوع اللي فات رحت الشاطئ. ده مكان جميل وفكرت ان يبقى فيه فندق جديد. الفندق دوت سوف يمنح العمل لكثير من الناس وممكن الناس تعتمد على مياه البحيرة للفندق الجديد. طيب اول سؤال بيقول لك when did you visit the beach, انت زرت امتى الشاطئ؟ طبعا زي ما قال ايه last week. For what is that place good for? المكان اللي هو راح ده الشاطئ. يعني ممكن يكون ينفع ايه؟ يكون ايه؟ A new hotel. فندق جديد. What will it give people? هيمنح ايه للناس؟ الاوتيل الجديد دوت هيمنح للناس work. العمل. What can you use from the lake? ممكن تستخدم ايه من البحيرة؟ طبعا استخدم المياه بتاعتها. Water. المياه. Complete the following dialogue. أكمل المحادثة التالية. Hannah and Nada are talking about the summer holiday. Hannah وندى بتتحدثان عن الأجازة الصيفية. فبتقولها Where did you go last summer? إلى أين ذهبتي الصيف الماضي؟ ردت عليها بعد كده قالت لها Where did you stay? قعدت فين؟ أقمت فين؟ ردت عليها. ثالث سؤال كمان We traveled by car. سافرنا بالسيارة. Did you swim in the sea? هل سبحت في البحر؟ ردت عليها. سألتها سؤال كمان وقالت لها We stayed there for a week. مكثنا أو أقمنا هناك لمدة أسبوع. طيب هي راحت مكان في شاطئ. ممكن مثلا نقول إنها راحت اسكندرية. فبتقول لها أنتوا رحتوا فين الأجازة اللي فاتت؟ فهتقولها مثلا I أو we. ما فيش مشاكل. We went to Alexandria أو أي مكان على إيه؟ على ساحلي يعني. إلى أين ذهبتم الصيف الماضي؟ قال ذهبنا إلى الأسكندرية. Where did you stay؟ أقمتوا فين؟ قعدتوا فين؟ مثلا قعدوا في فندق. We stayed at a hotel أو in a hotel صح برضو. قعدنا في فندق. ممكن نقول مثلا بالقرب من الشاطئ تكملة أو لو قلت لغاية هوتيل بس صح. Near the beach. قعدنا في فندق بالقرب من الشاطئ. سألتها سؤال فقالت لها We traveled by car. سافرنا بالسيارة. يبقى تقول لها كيف سافرتم إلى هناك؟ الكلام بقى في الماضي فهسأل عن وسيلة المواصلات بهاو. بعدها عايز أحط فعل مساعد مفيش والكلام في الماضي فاستخدم did. Where did we تتحول you؟ وبعدها الفعل في المصدر بعد did travel. زير يعني السؤال هيكون ازاي؟ How did you travel there؟ كيف سافرتم إلى هناك؟ فقالت سافرنا بالسيارة. Did you swim in the sea؟ هل سبحتم في البحر؟ بتقول Yes we did. سألتها سؤال كمان فقالت We stayed there. قعدنا هناك for a week لمدة أسبوع. طب لما يكون في فور وبعدها مدة زمنية يبقى في الحالة دي أنا سألت بهاو لونج كم طول المدة؟ يبقى تقول لها كم طول المدة اللي أنت أقمتيها هناك؟ How long did you stay there؟ كم طول المدة اللي أقمتيها هناك؟ فقالت إيه we stayed there for a week. أقمنا لمدة أسبوع. Read the following then answer the questions. اقرأ التالي ثم أجب عن الأسئلة. Egypt has a very long history. مصر لديها تاريخ طويل جدا. It has very amazing things. وفيه أشياء مذهلة كتير. There are a lot of pyramids here. يوجد هنا الكثير من الأهرامات. طبعا الأهرامات في مصر مش هرم خوف وخفرع ومنقرة بس. لا ده احنا عندنا أهرامات كتير. طيب tourists السائحين from all over the world من جميع أنحاء العالم come to visit them. بيزوروهم.
The ancient Egyptians, المصريين القدماء, put some of their kings, وضعوا بعض ملوكهم in the pyramids, في الأهرامات. طبعا الأهرامات دي كانت تعتبر مقابر للملوك. They built the first pyramids, بنوا أول أهرامات. نكمل في الصفحة اللي بعدها. About 4,700 years ago, يعني تم بناء الأهرامات الأولى من 4,700 سنة. And the big pyramids were at Giza, والأهرامات الكبرى كانت في الجيزة. The Great Pyramid, الهرم الأكبر of King Khufu, للملك خوفو, took about 20 years to build, استغرق حوالي 20 عاما في البناء. They used 2 million stones, استخدموا 2 مليون حجر to make it, عشان يصنعوا الهرم الأكبر. And around 100,000 workers, يعني وكمان قام بهذا العمل يعني حوالي 100,000 عامل. Did that work? Scientists, العلماء, think, بيعتقدوا, that the ancient Egyptians, إن المصريين القدماء, قد large stones, قطعوا الأحجار الضخمة الكبيرة دي, from rocks, من الصخور, in the mountains, اللي في الجبال. And moved them, ونقلوهم, them دي عايدة على الصخور, تمام, أو الأحجار الكبيرة دي, نقلوهم, by boat, بالقارب, on the river Nile, ونقلوا الحجرة الكبيرة دي, والصخور اللي جاية من الجبل دي, نقلوها في قوارب عبر نهر النيل. And then, وبعد كده lifted, رفعوهم them onto the walls, على الحوائط. Finally, في النهاية, they cut stones at the front of the wall to the correct shape. بعد كده قاموا بتقطيع الحجارة الموجودة في مقدمة الجدار إلى الشكل الصحيح. أول سؤال بيقولك, what is this passage about? الفقرة دي عن إيه؟ عن الأهرامات اللي في مصر. هنقول the pyramids, the pyramids in Egypt, يعني الأهرامات في مصر. The pyramids in Egypt. What does the underlined pronoun them? Them refer to, بتشير لإيه them? بتشير للصخور اللي من الجبال. طب تعالوا نجيبها من الفقرة كده. بقول them refers to rocks in the mountains. يبقى دي number two. In your opinion, في رأيك, why do tourists come to visit the pyramids? ليه السائحين بيجوا يزوروا الأهرامات؟ طبعا بسبب ان هما بيبقوا معجبين بالتاريخ المصري القديم. تمام, يبقى نقول because السائحين بيجوا يزوروا الأهرامات because they admire, يعني هما معجبين, the history, بالتاريخ, of the ancient Egyptians, بتاريخ قدماء المصريين. لسه الحين بيجوا يزوروا الأهرامات because they admire, عشان هم معجبين, the history of the ancient Egyptians, بتاريخ قدماء المصريين. The ancient Egyptians, المصريين القدماء, used about, استخدموا حوالي stones to build the great pyramid. استخدموا حوالي كم حجر عشان يبنوا الهرم الأكبر. استخدموا 2 مليون حجر. 2 مليون stones. 2 مليون. طيب بعد كده بقولك the biggest pyramids, أكبر أهرامات, where, فين أكبر الأهرامات؟ في الجيزة. At جيزة. The underlined word amazing, كلمة amazing يعني مدهش, means معناها مسي, فوضوي, small, صغير, grateful, شاكر أو ممتن, ولا fantastic, برضه fantastic معنى مدهش. Number 4, choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. Come and sit on this A, 4 people can sit on it. تعال وقعد على A, ممكن 4 أشخاص يقعدوا عليها. تقعد على A, على الصوف, على الكنبة. تعال وقعد على الكنبة, ممكن 4 أشخاص يقعدوا عليها. Alexandria in the north of Egypt. اسكندرية بتقع في شمال مصر. طبعا ايه هنا برضه جملة مبني المجهول في المضارع البسيط, او اسكندرية بتقع. يبقى اسكندرية is, وتقع يعني located. Is located. اي ما اوزه A و R والتصريف الثالث للفعل. شادي is deaf. شادي أصم. But he understands us, لكن بيفهمنا, as we use a language, عشان احنا بنستخدم لغة الـ A, sign language, لغة الإشارة. The Egyptian handball team, فريق كرة اليد المصري, won an important A in 2020. فاز بA مهمة سنة 2020. فاز بمسابقة مهمة. مسابقة يعني competition.
ياسر's grandmother يعني جدة ياسر work in a hospital اعتادت انها تعمل في مستشفى. اعتادت ان يعني used to. You can watch a sports match ممكن تشاهد مباراة كرة قدم at فين؟ في الانترنس المدخل للستاتشو التمثال الميوزيوم المتحف ولا الستاديوم؟ الستاديوم اللي هو الاستاد الرياضي. 111 صفحة 111 This building المبنى ده is very tall طويل قوي but we can go to the top لكن ممكن نصعد للقمة in the A نركب ايه ونطلع فوق في اعلى المبنى؟ نركب المصعد اللي هو الاسانسير اسمه ليفت. Take in air and help us to breathe يعني بتاخد الهواء دخلنا الهواء بتساعدنا على التنفس. ايه في اجزاء الجسم اللي بيساعدنا على التنفس؟ الرئتين ورئتين يعني اللانس طبعا حرف الجي هنا سايلنت لانس رئتين. I walk to school انا بمشي المدرسة. I take the bus انا بركب الاتوبيس يبقى هقول ايه انا مش مضطر امشي للمدرسة انا بقى بركب الاتوبيس يبقى I don't have to غير مضطر او يجب علي الا امشي للمدرسة انا بركب الاتوبيس. Don't have to. The hotel الفندق is now الآن working with a charity بيعمل مع جمعية خيرية that helps the coral بتساعد الكورال ايه؟ coral reefs يعني الشعاب المرجانية. Number 5 سؤال التصحيح سؤال الجرامر. This train القطار ده goes fast than the last one القطر ده بيمشي أسرع من القطر الايه؟ الأولاني. طب أنا عايز أقارن ما بين اتنين في السرعة بكلمة fast عايز اقول ده اسرع من ده فبضيف للصفة ER وبعدها than يبقى اقول this train goes faster than اسرع من هضيف للصفة ER وبعدها than بمعنى اسرع من. I learn to sail now يعني انا بتعلم دلوقتي ان انا ابحر تمام الابحار يعني بتعلم اركب مركب وابحر في البحر. طب كلمة now الان من الكلمات الدالة على present continuous زمن المضارع المستمر الحاجة اللي بتعبر انها بتحصل دلوقتي بتعلم دلوقتي يبقى بعد الفعل اجيب ام او از او ار والفعل في اي ان جي تمام اول ما تلاقي ناو جيب بعد الفعل ام او از او ار والفعل في اي ان جي. طب اي هيجي بعدها ام واضيف للفعل ليرن يتعلم اي ان جي يبقى ليرنينج يبقى اي ام ليرنينج تو سيل ناو. هبة ريد ا ستوري وين ذا فون رينج يعني هبة كانت بتقرأ قصة عندما رن جرس التليفون. أنا عندنا هنا رابط اسمه when عندما بيجي بعده ماضي بسيط والناحية التانية بيجي ماضي مستمر يعني was aware والفعل في ing يبقى هبة مفردة نقول was وعندنا الفعل read هخليه reading كانت بتقرأ. I saw أحمد أنا شفت أحمد in the park في الحديقة العامة which we often play football حيث غالبا بنلعب كرة قدم طبعا مكانه بيحدث في شيء يبقى بدل which أقول where حيث للمكان. Write a paragraph اكتب فقرة إنشائية عن your dream job يعني حلمك الوظيفي طبعا هخليها my dream job حلم الوظيفي. تعالوا نشوف كتبنا إيه. Everyone has his dream job كل واحد عنده حلم الوظيفي in the future في المستقبل. I look forward to becoming a doctor. أنا بتطلع إن أنا أصبح طبيب one day ذات يوم. To look after the sick عشان أعتني بالمرضى. And try وأحاول to find out إن أنا أكتشف the reason السبب for that ليه مرضهم. The doctor's job وظيفة الطبيب is my favorite هي المفضلة لدي. I do my best أنا ببذل أقصى ما في وسعي at school في المدرسة. To join the university عشان ألتحق بالجامعة. And study medicine وأدرس الطب. I'd like to work in a famous hospital. أود إن أنا أعمل في مستشفى مشهورة in Cairo في القاهرة. I'd like to use modern equipment. يعني أنا أود إن أنا أستخدم معدات حديثة to examine my patients well عشان أفحص المرضى بتوعي بشكل جيد. I'd like to have my own clinic. أود إن أنا يبقى عندي عيادتي الخاصة. I will help poor sick people. هساعد الناس الفقراء المرضى for free مجانا. Doctors الأطباء should be kind ينبغي إن هم يكونوا عاطفين to their patients للمرضى بتوعهم. Although it is a hard job رغم إنها وظيفة صعبة I think it is very interesting أعتقد إنها شيقة جدا. آخر حاجة معانا النهاردة دقهلية Governorate محافظة الدقهلية page 112 صفحة 112 listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة. My name is Noha
I like my bedroom. When I open the curtains, there is always lots of sunlight in the room. In front of the bed, I have a big wardrobe. I don't have a basin in my room because the bathroom is next to the room. يعني صديقتنا نوها بتقول انها بتحب غرفة نومها، عندها ستاير لما بتفتحها بقى فيه شمس كتير في الغرفة، قدام الغرفة في دولاب، قدام السرير بتاعها في دولاب كبير، مفيش في الأوضة حوض لأن الحمام قدام أوضتها أو بجوار أوضتها. طب what does نوها like؟ نوها بتحب إيه؟ بتحب البيدروم، غرفة نومها. There is always، دايما بيكون في إيه؟ when she opens the curtains، لما بتفتح الستائر بقى فيه كثير من إيه؟ من ضوء الشمس، من sunlight. How is her wardrobe؟ يعني كيف حال الدولاب بتاعها؟ قلنا الدولاب بتاعها big، كبير. What hasn't نوها got in her room؟ ما عندهاش ايه في الغرفة بتاعتها؟ ما عندهاش حوض اللي هو البيسن. Complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. A guide، مرشد سياحة، is showing Bury some tourists، بعض السائحين، the Karnak temple، معبد الكرنك. مرشد سياحة بيوري بعض السائحين معبد الكرنك، فبيقولوا Welcome to the Karnak temple، مرحبا بكم في معبد الكرنك. فسائح قال له Excuse me، معذرة، What is this tall stone called؟ يعني الحجر الطويل ده اسمه ايه؟ رد عليه بعد كده قال له A needle، يعني مسلة. سأله سؤال فقال له It's nearly 30 meters tall، طولها حوالي 30 متر. سأل السائح سؤال كمان فالمرشد قال They are hieroglyphics writings، هي كتابات هيروغليفية. Who built it، مين اللي بنى المسلة دي؟ فرد عليه قال له حاجة وقال له They were great people، هم ناس كانوا عظماء. بعد كده رد السائح وقال كلام. طيب واضح ان هو بيفرجهم في معبد الكرنك على احد المسلات، تمام؟ فبيقول ايه السائح What is this tall stone called، بيسمى ايه الحجر الطويل دوت؟ هيقول له اسمه مسلة. It is called a needle، يعني بيسمى مسلة. فقال له a needle مسلة. بعد كده سأل سؤال فقال له It's nearly 30 meters tall، يعني طولها حوالي 30 متر. يبقى هيسأل عن طولها، طول رأسي، يبقى how tall is it، how tall is it، طولها قد ايه المسلة دي؟ فقال له حوالي 30 متر. سأل السائح سؤال كمان فقال له They are hieroglyphics writings، هي كتابات هيروغليفية. فممكن يقول السائح ايه هي الرموز المكتوبة عليها، يعني What are these symbols on it، ايه الرموز المكتوبة عليها ديت؟ فقال له دي كتابة هيروغليفية. ممكن بدل symbols نقول designs، ايه التصميمات اللي قالها دي؟ ممكن واحد يكون مش عارف الكتابة الهيروغليفية يفتكرها تصميمات، فلو كلمة designs صح برضه. طيب رموز يعني symbols، ايه الرموز دي؟ دي الكتابة الهيروغليفية. هو بلت ات، مين اللي بنى المسلات ديت طبعا، او المسله دي؟ طبعا القدماء المصريين هم اللي بنوها. فهيقول the ancient Egyptians، المصريين القدماء، بلت ات، هم اللي ايه؟ اللي بنوها. they were great people، هم كانوا ناس ايه؟ عظماء. فالسائح ممكن يقول ايه؟ يقول that's great، that's amazing، هذا رائع، هذا مدهش، مفيش مشاكل. يبقى يقول ايه السائح؟ that's مثلا، that's amazing، هذا مدهش، that's amazing. read the following then answer the questions، اقرأ التالي ثم اجب عن الاسئلة. one day، في احد الايام، نبيل went to town، نبيل ذهب الى بلدة او مدينة صغيرة، to buy new clothes، عشان يشتري ملابس جديدة. First، أول حاجة، he tried on a pair of trousers، as بنطلون. he didn't like the trousers، محبش البنطلون. so he gave them، عشان كده ادى البنطلون back، رجعه يعني to the shopkeeper، لصاحب المحل. then بعد ذلك he tried a jacket، as jacket، which had the same price، كان بنفس السعر as the trousers، البنطلون. نبيل was pleased، نبيل كان مسرور. نكمل في الصفحة اللي بعدها. With the jacket، كان نبيل مسرور بالجاكيت. and he left the shop، وغادر المحل. هي دي عايدة على نبيل.
Before he drove home, قبل ما يكون السيارة ويرجع للمنزل بتاعه, the shopkeeper صاحب المحل ran out جري وراه وقال له You didn't pay for the jacket. انت ما دفعتش ثمن الجاكيت. Said the shopkeeper, قال كده صاحب المحل. فنبيل قال له But I give you, لكن انا اعطيتك the trousers البنطلون in exchange بدل for the jacket. اديتك البنطلون بدل الجاكيت. Didn't I, مش كده برضه انا عملت كده؟ replied نبيل. نبيل اللي قال الكلام ده. فالبياع قال له yes نعم but you didn't pay for the trousers either, لكن انت كمان ما دفعتش ثمن البنطلون. said the shopkeeper صاحب المحل قال له كده but I didn't buy the trousers. نبيل قال له بس انا ما اشتريتش البنطلون. replied نبيل, نبيل رد قال I am not so stupid as to pay for something which I never bought, يعني انا مش غبي عشان ادفع ثمن شيء انا ما اشتريتوش. What is this passage about? الفقرة دي عن ايه؟ طبعا عن خدعة نبيل عملها في صاحب المحل. يبقى نقول نبيل's trick, حيلة نبيل او خدعة نبيل. نبيل's trick, خدعة نبيل. What does the underlined pronoun he refers to? هي دي بتشير لإيه؟ طبعا قلنا بتشير لنبيل, يبقى نجيبها كده ما بين علامتين التنصيص نكتب هي ونقول refers to نبيل, بتشير إلى نبيل. طيب what do you think of نبيل؟ إيه رأيك في نبيل؟ أعتقد إن نبيل ده لص, تمام, عشان كده بيضحك على صاحب المحل. في ناس تقولك he is clever, هو شاطر ماهر. لا مش ماهر ولا حاجة, ده لص. هتقول I think, يعني أنا أعتقد that he is a thief, أعتقد إن هو لص. في هنا اي اوكي باينه, اي اهي كده. I think that he is a thief, اعتقد ان هو لص. نبيل was pleased with the ايه, نبيل كان مسرور بايه, بالجاكيت, الجاكيت. The underlined word trousers, كلمة بنطلون is the same meaning, ونفس معنى as ايه, زي كلمة ايه pants, بنطلون برضو. نبيل gave the ايه back to the shopkeeper, نبيل رجع ايه لصاحب المحل, رجع له ايه trousers البنطلون. Choose the correct answer, اختار الاجابة الصحيحة. مجدي won an international cycling, مجدي فاز بالمسابقة العالمية لركوب الدراجات, ومسابقة يعني competition. We the Nile yesterday, احنا عبرنا النيل بالامس. الكلام في الماضي فجيب هنا الفعل في التصريف الثاني, يبقى we crossed عبرنا. We eat three meals, احنا بناكل ثلاث وجبات يوميا, daily. The A has seats, اللي فيه مقاعد for 50,000 people, ل 50,000 شخص. طبعا ده هيكون الايه, الارتش, القنطرة او القوس, البيراميد, الهرم, الاستاديوم, الاستاد الرياضي, ولا الجايد المرشد. طبعا الاستاديوم, الاستاد الرياضي فيه مقاعد ل 50,000 متفرج يعني. Thieves, اللصوص, go to A, بيروحوا فين؟ Because they take things, عشان هما بياخدوا الأشياء that don't belong to them, اللي ما بتخصهمش. طبعا بيروحوا فين اللصوص؟ بيروحوا البريزن, السجن. آخر صفحة معانا النهاردة 114, صفحة 114. My sister, أختي good at math, أختي بتكون دايما جيدة في الرياضيات. طب خلي بالكم معايا إن أنا عندي هنا always, ده ظرف من ظروف التكرار, والverb to be am و is و are ييجوا قبل ظرف التكرار. يبقى اقول اختي ايه, اختي is always, دائما بتكون. يأتي verb to be am و is و are قبل ظرف التكرار, ويأتي بعدهم الفعل الاساسي. ايه ظروف التكرار دي؟ اللي هي always, sometimes, usually, often, okay, وهكذا. Children, الاطفال, should be careful, ينبغي ان هم يكونوا حريصين. When they buy things, عندما يشتروا الاشياء, from a street food, food A, street food A seller, يشتروا الأشياء من بائع الطعام في الشارع. Street food seller, بائع الطعام في الشارع. ندى and May, ندى ومي, their bikes at the moment, في الوقت ده في هذه اللحظة ندى ومي راكبين الدراجات بتاعتهم. خلي بالكم كلمة at the moment في هذه اللحظة زي now من الكلمات الدالة على المضارع المستمر, يعني بيعبر عن حاجة بتحصل الآن أثناء الكلام. فبعد الفعل بجيب ام او اذا ار, والفعل فيه ing. طب ندى ومي جمع, ومع الجمع اكتر من واحد في الانجليش طبعا بيبقى جمع. مع الجمع بجيب ار, وبعدين الفعل فيه ing, رايدنج, ار رايدنج, هما الاثنين راكبين دراجاتهم في هذه اللحظه. ماذر الام, داز
The cooking بتقوم بعمل الطبخ. And I ate up after having lunch. وأنا بغسل الأطباق بعد تناول طعام الغداء. طب يغسل الأطباق اسمها wash up. Our neighbor doesn't have enough money to live well. يعني جارنا الفقير البور معهوش مال كافي عشان يعيش حياة بشكل جيد. Okay, poor يعني فقير. Number five, سؤال correct, سؤال التصحيح. They was happy, هم كانوا سعداء. With their test results last term, بالنتائج بتاعة الاختبار بتاعهم الترم الماضي. طيب خلي بالكم معايا، انا عايز اقول هم كانوا، اقول زي، مش اقول واز بقى بتاعت المفرد، لا اقول زي وير، هم كانوا، هم كانوا سعداء بنتيجه الايه الامتحانات الترم اللي فات. زير هناك يوزد بينج هاوسز، كان معتاد يبقى فيه منازل اراوند هير، حول المكان ده، لونج تايم اجو، من وقت طويل مضى. طبعا اسمها يوزد بيجي بعدها تو والمصدر. زير هناك يوزد تو بي، كان من المعتاد ان هم يكون في منازل حوالين المكان دوت من وقت طويل مضى. It was hot yesterday، كان الجو حر امبارح. So we go swimming، عشان كده عايزين نقول ذهبنا للسباحة. طبعا الكلام في الماضي عشان في واز اهو، فلازم اجيب الفعل هنا في التصريف الثاني. طب جو يذهب، عايز اقول ذهب، اقول ايه؟ went. We went يعني احنا ذهبنا للسباحة، الماضي بتاع جو went. You mustn't listen to your teachers in class. يجب عليك ان انت ما تستمعش لمدرسينك في الفصل، لا يجب ان انت تستمع، يبقى هحذف الايه النفي ده، يبقى you must. يجب ان تستمع لمعلمينك في الايه في الفصل. Write a paragraph، اكتب فقره انشائيه عن helping the environment، مساعده البيئه. تعالوا نشوف كتبنا ايه. ممكن الباراجراف ده يجي لك تحت عنوان helping the environment، مساعدة البيئة، أو the problem of pollution، مشكلة التلوث. الاثنين ممكن نكتب الموضوع ده فيهم. Our environment، البيئتنا، has a lot of problems، لديها الكثير من المشكلات. Pollution، التلوث، is the most dangerous problem، هو أخطر مشكلة in our environment، في بيئتنا. We should keep our environment clean، ينبغي أن احنا نحافظ على نظافة بيئتنا. Because it is the place، عشان هي المكان، where we all live، اللي بنعيش فيه كلنا. Factories، المصانع، cause، بتسبب air and water pollution، بتسبب تلوث الهواء والماء. Cutting down forests، قطع الغابات، causes، بيسبب climate change، تغير المناخ. Climate change، تغير المناخ، cause، بيسبب increasing in temperature، ارتفاع درجة الحرارة. Floods، الفيضانات، and droughts، والجفاف. Using oil، استخدام زيت البترول، and petrol، والبنزين، causes، بيسبب a lot of pollution too، كثير من التلوث أيضا. Using chemicals، استخدام المواد الكيميائية، in farming، في الزراعة، causes، بيسبب land pollution، تلوث الأرض. We should do our best، ينبغي أن نبذل أقصى ما في وسعنا، to decrease، عشان نقلل the pollution، التلوث، in our environment، في بيئتنا. We should use green energy، ينبغي ان احنا نستخدم الطاقة الخضراء، الطاقة النظيفة، like wind، زي طاقة الرياح، and solar energy، وطاقة الشمس. We should grow more trees، ينبغي ان احنا نزرع المزيد من الأشجار، to keep air healthy، عشان نحافظ على الهواء صحي، and clean، ونظيف. We should recycle، ينبغي علينا إعادة تدوير our rubbish، القمامة بتاعتنا، to reuse them، أو المخلفات بتاعتنا، عشان نعيد استخدامها. We should put rules، ينبغي ان احنا نضع القواعد، to stop factories، عشان نوقف المصانع، and people، والناس، from polluting our environment، من تلويث بيئتنا. خلصنا سيشن النهاردة، انتظروني في حال باقي المحافظات ان شاء الله. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.